كن من جديد. تعالوا بقى نروح من خلال فقرتنا دي لكرة القدم العالمية، وهنتكلم عن مستجدات المنافسات في أبرز الدوريات الأوروبية المختلفة مع ضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا الأستاذ أحمد شريف الناقد الرياضي. صباح الخيرات عليك. صباح الفل معك. صباح الفل ربنا يخليك. صباح الهنا. صباح الجمال. بقالك فترة بقى ما جتش معانا ليه؟ كنت مسافر بس شويه. تمام. تغيير جو. لا محتاجينها والله. بالظبط. صباح الهنا طبعا. وانا هبدا معاك سريعا بخبر طبعا ديربي مانشستر، ده كان اخر خبر معانا في الان في الفقره الاولى يعني. وماتش كان غريب يعني. ايه اللي حصل يعني؟ ازاي اصلا يحصل ضياع لفرص او لجوال مؤكده بهذا الشكل وانفراد كمان؟ سبب ده ايه؟ انا عايز ابدا من هنا. سبب الضياع ده ايه؟ او سبب ضياع الفرص ده ايه؟ كان في البدايه طبعا تعوض الشوط الثاني، بس صحيح الشوط الاول كان غريب شويه. طيب انا بالنسبه لي اساسا يعني مجرد تقدم المان يونايتد على المان سيتي لمده 50 دقيقه في حد ذاتها كانت مفاجاه طبعا، في الاداء اللي بيقدمه السيتي الموسم ده والمواسم اللي فاتت كمان، والاداء اللي بيقدمه المان يونايتد في الموسم ده والتراجع الكبير اللي موجود بقاله فتره طويله ومش قادرين ان هم يصلحوه لسه لغايه دلوقتي. دي كانت بالنسبه لي حاجه غريبه جدا. فكره ضياع الاهداف وضياع الفرص، واضح ان في يعني حسب المعدلات اللي موجوده عندنا ورقميا في الموسم ده، هالاند تحديدا معدلات اهدار الفرص عنده عاليه جدا. وده عجيب لان هو كان قبل كده معدلات احراز الاهداف هو اللي غريب. للكوره بالظبط. بالظبط بالظبط. ان احنا عندنا هالاند في الموسم اللي فات كان لعب 35 مباراه، سجل فيهم 36 هدف واهدر 28 فرصه هدف محقق، معدل مقبول. لكن احنا بنتكلم السنه دي ان هو لعب 22 مباراه سجل فيهم 18 هدف واهدر 25 فرصه. الله. فاحنا بنتكلم ان المره اللي فاتت هو كان تقريبا كل 3 فرص بيسجل منهم، او كل فرصتين بيسجل منهم هدف. احنا السنه دي بنتكلم ان هو كل 3 فرص بيسجل منهم هدف. تراجع، في تراجع كبير جدا لهالاند. حتى يعني بدات الصحافه الانجليزيه تتكلم على الموضوع ده في المؤتمرات الصحفيه مع جوارديولا، وشفنا جوارديولا بيرد عليهم يعني بجزء من الحديه شويه. ان انت يعني الموضوع مقبول بالنسبه لي، ما فيش فيه مشكله، ان ده معدل طبيعي. لكن احنا هنبص لها رقميا، الموضوع غريب جدا السنه دي، خصوصا كمان احنا لو بصينا على تاني هداف الدوري الانجليزي. طبعا هو هالاند هو متصدر الهدافين لغايه دلوقتي، واتكنز مهاجم استون فيلا هو تاني الهدافين، واتكنز مسجل 16 هدف، لكن في مقابل ده هو اهدر 18 هدف. صلاح وضعه ايه بقى في الارقام دي؟ صلاح معدله ممتاز جدا السنه دي. صلاح يعني سجل 15 هدف واهدر 7 اهداف فقط في المباريات اللي لعبها مع ليفربول في الدوري الانجليزي السنه دي، اهدر 7 لانه غاب عن ماتشات كتير كمان. بالظبط. وفي النهايه انت قدرت انت تسجل اكتر من ضعف الفرص المهدره بالنسبه لك. يعني انت نسبه تسجيلك تقريبا حوالي 70% من اجمالي الفرص اللي اتيحت ليك في المباريات كلها. فمعدل ممتاز جدا، معدل صلاح، معدل واتكنز اللي هو تاني هداف الدوري، واتكنز وصلاح الثالث، ممتاز جدا. اهدار الفرص عندهم مش عالي، معدله مقبول بالنسبه للاهداف المسجله. لكن هالاند هو اللي الموضوع بالنسبه له السنه دي مختلف، خصوصا كمان في جاب كبير قوي بين عدد الاهداف اللي سجله السنه دي وعدد الاهداف اللي سجله السنه اللي فاتت. هي دي النقطه يعني، ناس كتير بتتساءل. امبارح كان تويتر مقلوب الحقيقه على هالاند عشان الجول ده. طبعا كان في الشوط الاول، بعد كده الكلام بقى ظبط شويه في الشوط الثاني على تويتر. بس الهجوم كان صعب جدا في الاول. اسباب التراجع من وجهه نظرك ده ايه اصلا، غير ان هو امر طبيعي؟ وده لو حصل طبعا عندنا في مصر كان كله قال لك لا ده لازم بقى يمشوه، لازم صفقه فاشله يعني. بالظبط. ومين اللي جابه اصلا؟ ومين اللي جابه؟ هتقول لنا الاتحاد. فايه سبب التراجع من وجهه نظرك؟ وفي نفس الوقت برضو هل ده ممكن يشكل برضو خطوره على ترتيب مان سيتي، خصوصا ان انت بتتكلم على الصعيد الثاني ليفربول ارقامه رائعه جدا رغم غياب محمد صلاح في العديد من المباريات، لكن ده لم يؤثر على ليفربول. صحيح. انا اشوف ان ممكن عدد الفرص اللي بتتاح للاعب واللي هو اعتاد ان هي بتجيله في المباريات ممكن تكون سبب في حاجه زي دي. فكره ان انا دايما كمهاجم في ورايا 4 لعيبه او 5 لعيبه تقال جدا بيصنعوا الفرص وبيصنعوا لي كتير جدا في الماتشات، فاهتمامي بتسجيل الاهداف ربما يكون بيقل شويه، وده جزء من عدم احترافيه بالمناسبه. ده مش صح 100%، لكن بتبقى حاجه نفسيه في النهايه، ان انا وقت ما احب اسجل حاضر ان انا اسجل. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان ممكن كمان لان هو عشان كان لسه في بدايته مع المان سيتي وبدايته مع فريق بقى من التوب ليفل في اوروبا. بالظبط بالظبط. ان انا متحمس ان انا اكسر ارقام داخل على دوري بينافس، كان طبعا المتسيد نقطه الهداف في دي كان محمد صلاح، فداخل على منافسه قويه جدا بنافس لعيبه كمان في انديه ثانيه
مستوياتها عاليه جدا وبتسجل اهداف ومعدلات كبيره، فبالتالي انا محتاج ان انا ادخل من اول سيزون بالنسبه لي ان انا اكسر الارقام دي كلها. فدي كانت برضو جزئيه ممكن تكون كانت عامله حافز كبير لهالاند. بعكس السنه دي برضو لازم نشير الى ان اصابات هالاند برضو بتاثر. هالاند من النوع اللي بيتصاب كتير. السنه دي هو غايب عن 5 مباريات للمان سيتي في الدوري الانجليزي، ده عدد بيبقى كبير شويه بالنسبه لانديه الدوري الانجليزي، ان مش معتادين ان هو دايما بيبقى فيه اصابات وان انت تغيب عن 5 مباريات في الدوري بالذات، فده ممكن يكون عدد كبير. برضو اللاعب لما بيتصاب وبيرجع من اصابه اكيد بتكون معدلاته اهدى شويه. طيب ورايك في فكره تصدر ليفربول لصداره جدول ترتيب الدوري الانجليزي حاليا برغم غياب محمد صلاح عن ماتشات كتير منها؟ صحيح. وفكره برضو ان استون فيلا مش ساكت عمال يفرق. صح. بالنسبه لليفربول اكيد هو يعني لازم نعترف ان الدوري الانجليزي حتى الان هو اقوى 3 أندية فيه، سواء رقميا من ناحيه تسجيل اهداف او دفاعيا في استقبال الاهداف وكمان عدد الانتصارات وتحقيق النقط، ليفربول، مان سيتي، ارسنال. واضح ان المنافسه خلاص محسومه ما بينهم، و كمان يعني في مواجهات هتكون ما بينهم وبين بعض. بس ده طبيعي بتاع كل سيزون، يعني ليفربول، مان سيتي، ارسنال. ارسنال بدا يدخل من السيزون اللي فات، انما قبل كده ارسنال ما كانش موجود، كان موجود تشيلسي احيانا بينافس، توتنهام برضو شويه كان بيزاحم، لكن السنه دي احنا بنتكلم في الثلاثه. يعني انا اللي انا عايز اقوله حتى التنافسيه بتاعت الارقام فارق، كان انا فاكره كانت 60 نقطه 59 58 قبل المباراه بالامس. صحيح. فاحنا بنتكلم دلوقتي ان التنافسيه بتزيد، الفرق التوب 6 كلهم، مش التوب 4 كمان او التوب 3، لا التوب 6 هيلعبوا بعض كلهم في ال10 ماتشات اللي جايين. وارد جدا ان احنا نشوف تغيرات. عندنا يوم الاحد اللي جاي هيكون في ليفربول مع المان سيتي، ده ماتش ممكن خلاص المان سيتي يعني يطلع فيه للصداره، والمان سيتي لما بيطلع للصداره الموضوع بيكون صعب. تفتكر ممكن يحقق ده فعلا مع غياب محمد صلاح ليفربول؟ لا، مان سيتي يحقق ده؟ وارد جدا، وارد جدا، ده ماتش ما فيهوش اي احتمالات. الماتشين اللي جايين للمان سيتي هيكونوا اصلا ليفربول وبعديه ارسنال، فانت لو ما قدرتش ان انت تكسب الفرقتين دول بالنسبه لك بنسبه كبيره خلاص انت الدوري هيكون صعب. انت الاثنين منافسين المباشرين اللي في فرق نقطه فوق ونقطه تحت، لو ما قدرتش انت تتفوق عليهم وتوسع المسافه معاهم خلاص احنا خلاص داخلين في اخر 10 مباريات في الدوري الانجليزي، فانت خلاص كده الموضوع هيبقى بالنسبه لك مشكله. ليفربول لو قدر ان هو يحافظ على صدارته في ماتش المان سيتي بيقرب مش بيحسم، عشان برضه هيكون لسه عنده مباريات تقيله ضد المان يونايتد، عنده توتنهام، عنده استون فيلا، فلسه برضه هيكون الموضوع صعب برضه شويه بالنسبه له، بس هو المنافس بتاعك انت بتقدر ان انت تتفوق عليه. طيب على صعيد بقى الدوري الاسباني، تعال نبتدي بالتعادل اللي حصل بين ريال مدريد وفالنسيا في ظل هرتله تحكيميه لافته للانظار. كارثه طبعا، كوارث. ايه اللي حصل ده؟ والله انا مش قادر افهم هو الحكم كان ايه المشكله بالنسبه له. هو عملها في الشوط الاول مع فالنسيا، الكره كانت في منطقه ال 18 يعني خلاص جايه بيرفع الكره وممكن بنسبه كبيره انها تتسجل هدف طبعا. صفر انهى الشوط الاول، قلنا مش مشكله عادي الامور بتمشي، وكان وقتها فالنسيا كمان متقدم فاللعيبه ما اعترضتش. الغريب بالنسبه لي بقى الجزئيه بتاعت الشوط الثاني او انهاء المباراه نفسه، ان انت الكورنر بيتلعب. طيب هو مجرد ما الكره بتطلع من الدفاع انت المفروض خلاص هتصفر لو انت عندك النيه ان انت تصفر. طبعا. هو الكادر لما عمل زوم عليه يعني هو حط الصفاره وبعدين شالها وقربها تاني وشالها وبعدين صفر. طب انت التردد بتاع الحكم ده اتسبب في ازمه، ان هو خلى الصفاره تطلع والكره في الهواء، مش حتى قبل اللاعب ما يلعب العرضيه، لا هي الكره كانت في الهواء. يمكن كان عايز يتاكد من البعض برضو عشان نحمل الراي والراي الثاني. البعض فعلا انتقد الحركه دي للحكم، والبعض الثاني قال لك ما كانش ينفع يعمل ده غير لما يتاكد علشان ما تحسبش عليه. انت بتشوف ده رايي بالظبط؟ لا يعني لازم كان ما يصفرش في اللحظه دي او الثانيه اللي احنا كنا بنشوف ان هي كانت المناسبه، لان هو كان عايز يتاكد من الكره. ده اتقال وده اتقال، انت بتشوف انهي الاصح؟ لا انا الاصح الحاجه اعمل الحاجه اللي مش هتسبب لي ازمه. اوكي انا كان عندي مشكله ان شايف ان الوقت انتهى، حقك كحكم طبعا حقك، وبالمناسبه ما فيش حاجه في القانون تلوم الحكم في جزئيه زي دي، لكن انا هي بتبقى تقديريه الطبيعي. بالظبط، الطبيعي ان احنا بنقول الهجمه تكمل. فانت الهجمه انتهت مع ابعاد الدفاع للركنيه بالراس، فانت قررت انت تبدا هجمه جديده كحكم، سيبها تكمل بقى، سيبها تكمل سيبها تكمل، لكن تتردد مره واثنين وثلاثه فالصفاره تيجي بعد والكره في الهواء
ولعيبه فالنسيا طالعه كمان على يعني لعيبه فالنسيا مش هنقول انها مثلا وقفت علشان بيلينجهام يطلع يلعبها بالراس لوحده واعتمدوا على الصفار، لا لعيبه فالنسيا كمان طلعت والحارس عمل تراي على الكوره وكل الكوره ماشيه طبيعي جدا. بعدين بنتفاجئ ان الكوره انتهت. احيانا بعض الحكام بيحب يلجا او يشيك تشيك نهائي مع الفار في نهايه الماتشات، بس هو بيصفر قبلها، هو بيصفر ويشاور للاعيبه بيعمل لهم اشاره بايده ان هو استنوا جوه الملعب زي ما انتم، محدش يخرج من الملعب، هنخلص التشيك لو في اي حاجه قبل ما ننهي الماتش، وبعد كده بيشاور له. هو حتى كمان ما عملش دي، هو قرر يصفر وبعدين اللعيبه اتلمت عليه فالطرد طلع لبيلينجهام وانذارات طلعت وحاجات غريبه جدا. انا بالنسبه لي كان مشهد عجيب، اللي بيشوف كره من زمان قوي شفناه، بس الكلام ده كان سنه 86 ماتش العراق واوروجواي في كاس عالم، والعراق كان هيسجل هدف التعادل في نهايه الشوط الاول والحكم صفر برضه والكوره كانت بتتلعب ركنيه وكان خلاص منتخب العراق هيتعادل مع اوروجواي وبيسجل هدف. بس احنا بنتكلم في حاجه عدى عليها 40 سنه طبعا. او 38 سنه كتير. كان في وقتها اي اجراء اتخذ في هذه المباراه ولا كالعاده يعني اخطاء تحكيميه وارده و بالظبط ما فيش محاسبه خير. هو لا هو في النهايه هو ما يعتبرش خطا، هي حاجه تقديريه زي ما بنقول. هو عرف في كره القدم ان الهجمه بتكمل، لكن حد يقدر يلوم على الحكم ان هو عمل حاجه خطا فني او خطا كارثي او حاجه بره القانون؟ لا مش موجود. لان هي كانت ثواني بتفصل فعلا بالزبط. مش هو يا اجزاء من السنه اه بالظبط. كان في ماتش برضو مهم امبارح برشلونه واتلتيكو بلباو. صحيح. وهو ايه اللي حاصل مع برشلونه عموما؟ يعني مش بكلمك عنهم في ماتش امبارح، لا بكلمك بشكل عام. برشلونه اتقل من كده بكتير. بالظبط. ايه اللي حصل؟ طالما الفريق مش قادر ان هو يدافع بشكل كويس هيبقى عنده مشكله في ان هو يكسب، هيبقى عنده مشكله في ان هو يحقق انتصارات، ان هو يلم نقط، ان هو كمان يسجل اهداف في الماتشات. برشلونه اداؤه الدفاعي في الموسم ده أسوأ ما يكون. تعيس. برشلونه احنا لو هنرتب الانديه المشاركه في الدوري الاسباني الاقوى دفاعيا برشلونه رقم 8. برشلونه في فرق متفوقه عليه زي جيرونا، ريال بيتيس، بلباو، سوسيداد، فالنسيا، الفرق دي كلها، رايو فاليكانو. هل يعقل ان فريق زي رايو فاليكانو يتفوق دفاعيا على برشلونه؟ مستحيل. ففكره انت تبقى في من المفروض ان انت بطل اسبانيا او وصيف اسبانيا من اقوى الفرق الاوروبيه، الكلام الجميل ده كله، ان انت تكون الثامن او التاسع في ترتيب اقوى دفاعات الدوري الاسباني، دي في حد ذاتها كارثه. دي طبعا كارثه. منظومه برشلونه الدفاعيه فيها مشكله، وده بيؤدي بدوره ان انت مش قادر انت تستحوذ على الكوره بالشكل المعتاد لبرشلونه، مش قادر ان انت تبني الهجمه بالشكل المعتاد لبرشلونه. كلنا اتربينا ان برشلونه بيستحوذ على الكوره وماشي بمبدا انا طالما مستحوذ على الكوره مش هستقبل اهداف. طالما برشلونه بيستقبل 34 هدف لغايه دلوقتي في الدوري الاسباني، اذا هو مش قادر ان هو يطبق السيستم والنظام بتاعه، مش قادر ان هو يستحوذ او يهدد دايما المنافسين. برشلونه يعني احنا بنتكلم الموسم اللي فات لما كان البطل على مدار الموسم كله استقبل 20 هدف بس، احنا النهارده بنتكلم في تلتين الموسم ومستقبل 36 هدف او 37 هدف، فاحنا بنتكلم في الضعف تقريبا، ولسه فاضل 10 او 11 مباراه في الدوري، اكيد هتستقبل فيهم اهداف اكتر، هتلاعب انديه قويه طول ما انت عندك نفس المشكله اللي تشافي مش قادر ان هو يحلها في السيزون ده، اكيد اكيد هتفضل المشكله بتاعت برشلونه مستمره. طب وارد جدا ان فريق زي نابولي يعملها مثلا معاه في دوري ابطال اوروبا، ان هو يقدر ان هو يخرجه من دوري ابطال اوروبا، لان نابولي اصلا فريق هجوميا قوي، فريق ممتع هجوميا وكورته حلوه، فطالما انت عندك مشكله دفاعيه فانت مدي المنافس الميزه طبعا اللي هو بيحب يلعب دايما عليها. طيب هروح للدوري الالماني. أوكي. وعايزه انا شخصيا افهم ايه اللي بيحصل، يعني تراجع البايرن بهذا الشكل، تقدم ليفركوزن، ايه اللي بيحصل؟ يعني ليفركوزن انا شايف ان يعني الونسو عامل معاهم شغل محترم جدا الموسم ده، اعتقد بنسبه كبيره هنشوف اسم الونسو في الانديه الكبيره اسما وصاحبه الصيت في اوروبا، اذا ما كانش الموسم اللي جاي هيبقى اللي بعده بالكتير. هو عامل منظومه محترمه جدا مع الفريق، حتى كمان طريقه اللعب اللي بيلعب بيها فيها ابتكار من ناحيته، هو مش بيقلد حد. يعني احنا في احيان كتير بنشوف فيها ليفركوزن بيلعب 4-2-4، خطه قديمه جدا ما اتلعبتش من الخمسينات والستينات، لكن هو بيطبقها وبيطبقها صح وبيعمل التحولات بشكل ممتاز جدا، فبالتالي هو مخلي المنافس اللي قدامه دايما مرتبك.
احنا ما شفناش فريق بيقدر ان هو يفرق عن بايرن ميونخ في الدوري الالماني بفارق 10 نقط. 10 دي كتير قوي يعني. بالظبط ده من سنه 2011 لما دورتموند كان وقتها متفوق على بايرن وقدر ان هو ياخد الدوري. احنا بنتكلم في 13 سنه فاتوا محدش قدر يفرق عن بايرن ميونخ. بس حلو ده ان هو يحصل. ما مش معقول انا اقعد اتابع دوري برضو كل شويه نفس الفريق نفس الفريق. بالزبط. ما ملل يعني. بيكون ممل الا اللي عندنا في نادي الاهلي ده قصه ثانيه. احنا بنبص الحقيقه يعني. احنا مالناش دعوه يا عم. لا مش هندخل في المقارنات دي. لا حقيقه والله احنا قصه ثانيه مش بايدينا. رقم واحد بس. لا فعلا الدوري الالماني لسه كنت بتكلم انا وكريم. الدوري الالماني ممتع والدوري صحيح. الانجليزي ممتع بس الدوري الانجليزي في حته تانية لوحده. ده خاصيه ما تفهمش ايه اللي بتميزه بس هي خاصيه لوحده. صحيح. الدوري الالماني قوي جدا بس في سنه ملل فعلا لان انت عندك نفس الفريق كل سنه. صح. فانا لما اتوقع النتيجه الرحله بقى خلاص بتبقى حتى لو فيها شغف مش فارقه. بس ما فرانكفورت برضو بيفرق عشان يعمل تغيير مرضي لجماهيره على الاقل. طبعا طبعا يعني وبينافس على التاهل الاوروبي. هي عمر مرموش لازم برضو يتوقف عنده شويه. أكيد. لان معدله التهديفي برضو لافت للانظار الموسم ده. صحيح. هو السنه دي افضل معدل تهديفي لمرموش في مسيرته كلها. كان يعني قبل كده اعلى حاجه كان سجلها في الدوريات كان مع سانت باولي من حوالي 3 مواسم. كان سجل 7 اهداف في دوري الدرجه الثانيه في المانيا. بالنسبه له كان مع فلسبرج سجل فيه 5 اهداف او 4 اهداف حاجه زي كده. السنه دي احنا بنتكلم في الدوري بس ان هو مسجل 10 اهداف في كل البطولات. طبعا مع دوري المؤتمر الاوروبي مع كاس المانيا ومسجل 15 هدف. احنا لسه كمان السيزون برضو في المانيا احنا في الجوله 24 فاضل برضو 10 ماتشات. عنده اريحيه ان هو يقدر يسجل اهداف ثانيه ويعدل او يعني يكبر المعدل الحالي بتاعه. الدوري الالماني مين؟ هاري كين طبعا. هاري كين وفرق كبير جدا. بس احنا مش عايزين مرموش مع اول مثلا انطلاقه ليه. بالمناسبه فرانكفورت معروف عنه ان هو من الانديه اللي بتطور اللعيبه بشكل كويس جدا جسمانيا وفنيا. بنشوف لعيبه كتير بتنتقل لانديه اوروبيه كبيره من فرانكفورت. قدر ان هو ينافس وطبعا شفناه وهو بيقصي برشلونه من الدوري الاوروبي من سنتين وكان عامل شغل كويس جدا. واغلب اللعيبه اللي كانت في السكواد ده راحت لفرق كبيره في دوريات اوروبيه تانية. فمرموش ماشي على الطريق بشكل كويس جدا. لسه ما وصلش للبيك بتاعه. مرموش كمان هو في فرانكفورت بيلعب مهاجم صريح وستايله كمهاجم مش ستايل هالاند مثلا اللي هو المهاجم القوي اللي بيطلع يجيب الكره بالراس والعنيف. هو في فرق في الطول غريب طبعا. هو مش هيبقى زي هالاند طبعا طبعا. هو ميزه كمان يعني مرموش كونه اصلا كجناح ويدخل كمهاجم فعنده حته المهاره مع حته السرعه بيخطف الكوره. بيقول لك ان هالاند بيصاب كتير الفتره الاخيره. عماله تخيل يصاب ازاي. ده عايز مدرعه تدخل فيها استاذ عشان يصاب. لا ملهاش علاقه ملهاش علاقه خالص على فكره. يعني الطول او البنيه الجسمانيه محمد صلاح مثلا نادرا ما بيتصاب. يعني اصابه صلاح الحاليه دي عمرها ما حصلت قبل كده غير في موضوع الكتف طبعا. يعني كلنا فاكرين موضوع الكتف والمده الطويله. بالظبط. بس كاصابه عضليه تيجي لمحمد صلاح ما حصلتش قبل كده. فالموضوع جسمانيا ملهوش علاقه باصاباتك انت. بنيه العضلات حاجه وممكن تكون عندك مشكله في عضله ما عندك مشكله في عظم معين. الحاجات دي كلها ملهاش علاقه. بس ده ما يمنعش ان هالاند قوه كبيره جدا. بس بالنسبه نرجع بس لنقطه مرموش ان هو فكره تسجيله 10 اهداف في الدوري الالماني وحاليا 5 اهداف في الدوري الالماني. بالظبط بصراحه حتى هذه اللحظه وخمس اهداف في الدوري الالماني. وبالمناسبه دي حاجه كويسه جدا ان انت اول موسم ليك مع فريق من الفرق اللي بتنافس على التاهل الاوروبي. مش سؤال صغير. اتفضل. والله اتفضل. شوف التالق اللي احنا انا الدخله دي بتخوف. بطلع على الاسئله وقال والله والله العظيم. دلوقتي الارقام لا بجد والتالق الرائع للمحترفين بتوعنا وفي مده صغيره بعد الفتره بتاعه المنتخب. أوكي. تديك دهشه وتديك علامه استفهام. طبعا. الناس دي كانت فين معانا. وتاني هرجع اقول اصل ممكن حد يطلع يقول لك يا جماعه ما هو السكواد بتاعك غير السكواد بتاع الانديه اللي هم بيلعبوا معاها. انا لا اقتنع بالكلام ده. انا لو شخص كويس هقدر افيد الفريق. وانا قلت ده امبارح وقست ده بكريستيانو رونالدو وميسي مع المنتخبات بتاعتهم. كان ليهم دور فعال رغم التفوق في الفنيات عنهم وعن باقي المنتخب برضه. يعني مقارنه طبعا بمصر. فمعلش يعني عزيزك من الشعر بيت. احنا الارقام اصلا كويسه من قبل كاس افريقيا باستثناء تريزيجيه.
ترزيجيه الوحيد اللي هو بدا يسجل اهداف بشكل منتظم وبشكل متتالي في الدوري التركي بعد كاس امم افريقيا. حلو. بس مرموش، صلاح، مصطفى محمد، إيه بقى اللعيبه؟ طيب. دي كلها كانت إيه ممتازه قبل البطوله. يعني ايه القصه؟ انا التالق الرائع اللي بفتخر بيه كعربي وكمصري للعيبه بتوعي في الخارج ما بشوفوش هنا خالص. انا بشوف اللاعب خايف، انا بشوف اللاعب متراجع، انا بشوف اللاعب نازل تعبان الى حد ما. مش بننتقد يا جماعه، بس بنحاول نفهم والله بجد. مشكلتنا في امم افريقيا اللي فاتت كانت في الجهاز الفني، كانت في المدرب. ما جاء قال لك انت بقالك سنه ونص بتلعب مع فيتوريا ما خسرتش ولا مباراه وديه. ممتاز ممتاز، بس ما كانتش مقياس. في بعض الشخصيات مهما كان اسمها وتاريخها في الحاجات الفريندلي في حياته عموما بياخد قرارات ممتازه. اول ما بيبدا يتحط تحت ضغط تظهر المشكله. خلي بالك الانديه او عفوا المنتخبات انت كنت بتلعبها ودي، ما دي برضو بتلعب ودي، يعني طبعًا. مش مقياس حقيقي للمستوى بتاعهم والمستوى بتاعك طبعا. وان كانت في اسامي كبيره او في اسامي كويسه زي بلجيكا، بلجيكا في المباراه الوحيده بلجيكا اللي لعبناها بالزبط. والجزائر او الجزائر كان لها ظروف معينه، ان احنا لعبنا منقصين فقدرنا ان احنا نلعب بشكل كويس واحنا منقصين، بس سكواد الجزائر في النهايه هو برضه خرج من الدور الاول في كاس امم افريقيا، فبالنسبه لي هو مش معيار قوه. مع صحيح. كامل الاحترام طبعا. خلي بالك اللي متبني الفكر، لان هواند سالتك عنه او بموجبه فكره ان احنا بنشوفهم خاربينها في الدوريات الاوروبيه، بيجوا عندنا ما تفهمش ايه اللي بيستجد عليهم او بيحصل. في ناس، الناس اللي بتفكر كده بتقول لك طب ما الناس دول لو موجودين، انت عندك سكواد 6-7 محترفين في الدوريات الاوروبيه دول كافيين اصلا. صحيح. وعندك المحليين العناصر الموجوده منهم المحليين زي الفل. يعني المفروض السكواد ده لو بيلعب من غير مدير فني، لو مدير فني متوفي اساسا، المفروض تشوف منهم اي حاجه عن اللي احنا شفناه. لا امال بتمشي ازاي؟ لا انا مش معاك في دي يا كريم، وانت هنا خدتني النقطه كان الكابتن ايمن عبد العزيز اتكلم عليها وقال لك الكوره 10% تكتيك او ما فيش حاجه اسمها تكتيك، قال حاجه زي كده. لا ده طبعا مش صح. امال ايه الصح؟ انا ما ينفعش احط افضل 11 مهاجم عندي في التشكيله واقف منهم حارس مرمى واقف منهم اربع مدافعين، انا هشيل جوان كتير، لان في النهايه هو وقفته غلط. أيوة مكانه. أيوة. في الملعب غلط. ما ينفعش اخد كل الحلو اللي عندي. بالظبط، ما ينفعش اخد كل الحلو اللي عندي احطه في الملعب. ما ينفعش ان انا ابدا اول مباراه مثلا بثلاث لعيبه كلهم لعيبه كوره بس ما فهمش واحد في كما خط النص تحديدا. أيوة. كان وقتها كان زيزو والنني وحمدي فتحي، ثلاثه لعيبه كوره بس مين فيهم اللي هيقطع الكوره؟ مين اللي هيمسك لي الكوره وياخد الكوره من المنافس عشان لعيبه الكوره اللي معاه تلعب كوره وتبدا انها تسلم؟ بالظبط، ما كانش موجود. طب مين اللي هيغطي على عبد المنعم وحجازي؟ مين اللي هيبقى اول خط دفاع قبل الاثنين دول؟ لا هو كان سايب النني اللي هو لمسته للكره حلوه وبيخرج بالكره بشكل كويس، واللي هو كمان يعني في وقت ما اي لعيب بيتزنق بيدور على النني فين عشان يديله الكره عشان يخرج بيها، لان هو بصير كويس، بصير شاطر، رؤيته حلوه للملعب. بس النني ما بيدافعش، النني مش رقم سته، وان كان زمان كان رقم سته عدم لعبه مع ارسنال بشكل مستمر، وان هو اغلب اوقاته مع كيروش لما كان في الفتره اللي فاتت كان بيلعب في رقم 8 مش في رقم 6، وان هو مش اجريسيف على الكوره، وان هو مش عنيف، وان هو مش قوي، ما تسمحلوش ان هو يقطع الكوره. فاذا انا سبت الثنائي الدفاعي اللي هو عبد المنعم وحجازي، ما فيش حد مغطي قدامهم، ما فيش خط دفاع قدامهم، هم اول خط دفاع واخر خط دفاع. فعشان كده شفنا مثلا في اول مباراه خالص عبد المنعم كان طالع ياخد الكوره من لاعب موزمبيق من نص الملعب، في حين ان النني واقف بيتمشى جنبه وما حاولش ان هو يضغط على الكوره وما حاولش ان هو يضغط على اللعيب. فعبد المنعم اتفاجئ ان هو وصل لدايره السنتر وسايب حجازي ورا لوحده، فبيلف عشان يرجع، كانت الكوره اتباصت وراحت انفراد. طب ما دي كارثه. ما انا لما احط ثلاثه ما فهمش واحد بيخطف كوره، انا مش هعرف اصلا استحوذ على الكوره عشان اديها لواحد زي زيزو او اديها لواحد زي حمدي فتحي، اعمل الجزئيه اللي حمدي فتحي، ابدا ابني هجمه جزئيه بتاعت حمدي فتحي اللي هو بيخترق من الناحيه الشمال ويدخل احيانا جوه ال 18 ويسجل لكولر كان معلمها له في النادي الاهلي قبل ما يروح الوكره. مش هقدر ادي الكره لزيزو ان هو يروح ناحيه اليمين، ان هو صلاح يفتح له طريق، هو يضم كجناح وصلاح يخش جوه جنب مصطفى محمد علشان زيزو يرفع الكره. مش حد فرصه لزيزو ان هو يشوط، مش حد فرصة ان الكرة توصل اصلا لمحمد صلاح. صحيح. خلاص بقى انا ممكن اعد من هنا لبكره الصبح. يا ريتنا ما سألنا، والله عمال يا ريتنا ما سألنا. الموضوع ده انا شايله في قلبي من زمان. طب النني
تمام اوكي ده اثار جدل امبارح سريعا بس هنعدي عليها بس لازم نعدي عليها مفيش مشكله عدم يعني ضم النني لطبعا السبع محترفين بتوعنا وعدم يعني اختياره ظلم ولا بالعكس ده لصالح المنتخب خصوصا الحجه اللي اتقالت او الكلام اللي اتقال ان ما بيشاركش مع النادي بتاعه فبالتالي جاهزيته الفنيه مش افضل شيء وانا محتاج جاهزيه فنيه الرد الثاني قال لك ما دي مباريات وديه عادي جدا وهو كده كده مستواه كويس وشارك قبل كده وان كانت فترات او يعني مده زمنيه قليله شايف أني سيناريو يعني اللي معها انا ما افضلش ان اللاعب ما بيلعبش بشكل مستمر مع نادي ان هو ياخد مكان في المنتخب تمام ايا كان اسم المنتخب مش هنقول منتخب مصر تحديدا ايا كان اسم المنتخب وايا كان مين اللاعب فكره مشاركتك بشكل مستمر مع ناديك نادي صغير نادي كبير بشكل مستمر بتديك حساسيه المباريات حساسيه المباريات ما لهاش علاقه باسم النادي ولا باسمك كلاعب لكن فكره ان انت معتمد على التدريب بس مع ناديك حتى لو ان كان نادي كبير مش هتفيدني كمنتخب في الماتشات حتى وان كانت وديات ليه لان انا لو استدعيته في الوديات واجي استبعده في الرسمي طب انت جبته في الوديات هتستبعده في الرسمي ازاي انا خلاص حطيت نفسي في الخانه ان خلاص ده راجل ما بيلعبش بشكل مستمر مع نادي يعني ومع ذلك استدعيته النقطه دي يعني انا كمدير فني دلوقتي انا حر انا استدعيته في الوديات انا مش عايزه في الرسمي انا استدعيت سبعة في الوديات شايف ان انا هاخد ثلاثة فده قراري برضو كمدير فني ما حدش له دعوه طبعا يعني. مليون في الميه قرار بس احنا هنا ممكن انديتهم بقى تعترض لا لا احنا هنا بندبح بندبح احنا هنا بندبح يعني ايه بندبح بندبح القرارات بتاعه المدير الفني بندبح ولا اللعيبه نفسها لا بندبح القرار طبعا بندبح المدير الفني ايا كان هو مين ايا كانت شخصيته عامله ازاي احنا كنا انني مع كيروش كان بيلعب بشكل كويس جدا عشان كان بيلعب في الحته بتاعته وفي دوره وكان بيشارك وقتها مع ارسنال نوعا ما بعد مرور سنتين انني مشاركته مع ارسنال شبه معدومه باستثناء يعني مباراه ويست هام واخر 10 دقايق ولا 7 دقايق مباراه ويست هام كانت النتيجه 6-0 لارسنال وقتها او 5-0 لارسنال لعب بعديها 23 دقيقه والنتيجه مضمونه مباراه بيرلي اللي بعديها ما لعبش خالص مباراه نيوكاسل في الاسبوع اللي فات لعب دقيقه وبالمناسبه دقيقه ومش تقليلا من النني ولا حاجه ليه كل الاحترام طبعا اكيد طبعا بس هو نزل لفه في الملعب ما لمس الكره الحكم صفر انهى المباراه دي ما تعتبرش بس كانت اللفه حلوه بيقول لك كريم احنا نقفل على كده احنا نقفل الفقره على كده كده ربنا يخليك يا كريم الف شكر طيب حاجه نسيتها بيطلع وقال حاجه والله كنت عايز اقول افتكرت سريعا بمناسبه النني اعتقد ودي حاجه انا بتفق فيها جدا انني لازم يبدا يفكر في بديل لو جاله اوفر تاني عن ارسنال لان هو لسه قدامه كتير يقدر يضيف خساره بجد والله ده وده حبا في النني ان هو واحنا محتاجينه في المنتخب فخساره ان هو يفضل بهذا الشكل في ارسنال ده رايي يعني ده رايي سريعا جدا انا متفق معاك في جزئيه دي زي دي بس واضح ان النني عينه على التدريب في ارسنال هو عمل اكاديميه تقريبا هناك صح بالظبط وبدا يعني بينزل تدريبات فرق الناشئين شفنا فيديوهات ليه وصور ليه في حاجه زي دي فواضح ان هو عينه على اسطوره في ارسنال ومدرب في ارسنال يبقى اولويات بقى يعني بس كده كده بنتمنى له اكيد كل التوفيق أكيد والنجاح وفي الاخر يعني ابن بلدنا اللي مشرفنا برضو بدوري مهم جدا طبعًا اكيد بنتمنى له كل الخير اكيد طبعا نورتنا ربنا يخليك يا كريم الف شكر شكرا جدا يا احمد بجد نورتنا كالعاده وما تغيبش بقى باذن الله اكيد باذن الله نروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل محاضرتنا